ايوه طبعا الدنيا برد. طيب هنعمل ايه؟ الناس قاعده في البيت برد، الكلام يا اما على البرد يا اما عن الاكل يا اما عن انه ناس كتير طبعا يقول لك برد ما اقدرش اعمل رياضه، الناس خايفه على الاطفال وعلى الكبار وحاجات كتير جدا. كلام خلينا ناخده بشكل علمي اكتر ونحاول نساعد حضراتكم ونشوف ممكن نعمل ايه. دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذيه العلاجيه، مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. ايه الاخبار؟ كله حلو. انا عايزه ادفي الناس النهارده وياخدوا كده مننا نصايح وياكلوا اكل صحي وكمان ما يتخنهمش. يلا بينا. ونطمن على الاطفال وعلى كل حاجه يعني. طبعا. طيب دلوقتي في درجات الحراره دي الناس تبقى حاسه انه الاكل بيدي نوع من التدفئه، يعملوا ايه؟ خلينا ناخد من المقدمه، هي فكره انك تتدفى هي دي الفكره او الكونسبت العام. تمام تمام. الجسم عايز يعادل درجة الحرارة ما بين جوه وما بين بره. البرد اللي موجود البرد القارس ده هو ما يفرقش معاه بره ايه اللي بيحصل، هو اهم حاجة ان جوه درجة الحرارة تبقى مظبوطة. طب ده بيحصل ازاي؟ عن طريق الاكل. دي اسرع حاجة ممكن تمد الجسم بطاقة، هو لسه مش هيفكر يروح يحرق دهون ويحولها لطاقة ويدفيك، فبيطلب ان سيادتك تاكل. ده اللي بيترجم فكرة ان انت ممكن تبقى لسه اكل وجبة محترمة وبعديها بساعة او ساعتين انت جعان وعايز تاكل تاني. مظبوط. لو خدنا بقى العنوان ده اللي هو فرق درجات الحراره وانت بدات تترجمه مثلا اللي هو لمشروب دافي، ممارسه اي نوع من انواع الرياضه، تاكل اكله مظبوطه في توقيت مثالي، فانت حققت للجسم اللي هو محتاجه، وبالتالي هنخرج من حته ان انت يبقى فيه زياده في الوزن او انت تاكل اكتر من احتياجك. الشتاء فرصه عظيمه للنزول في الوزن، الناس اللي بتعاني من السمنه الشتاء معدل الحرق بيبقى عالي، لان زي ما قلت لك هو ما فيش استعداد انه يستنى ان درجات الحراره يحصل فيها خلل، لان ده بيأثر على الدكتور ازاي ده في بطاطا وعدس و كل ده وكيكه وحاجات كتير قوي بياكلوها بالليل يعني. ما فيش مشكله في نوع الاكل طالما هو اكل صحي وبيتاكل مظبوط، الاهميه في توقيته انت بتاكله امتى. للاسف احنا بنيجي بالليل ممكن فرق درجات الحراره زي ما قلت لك انت لو شربت. طب تعالى نمشي بالتدريج كده يعني. خلينا نقول الناس الصبح ونحط معانا الاطفال يلا عشان في امتحانات وفي اطفال بتروح المدارس، فنحط الاطفال والكبار كلنا يعني. هنعمل ايه من بدايه الصبح؟ الفطار الناس تعمل ايه؟ اول ما تصحى من النوم اشرب كوبايتين ميه، مش عايز منك اكتر من كده. اول حاجه هتعملها انا والاطفال كله كلنا نشرب ميه، اشرب كوبايتين ميه، ادي بس كده تنبيه للجهاز الهضمي ان هو يبدا يشتغل. هنخش على الفطار. سيادتك لو انت، انا اتكلم على الكبار الاول، لو سيادتك عندك نشاط حركي يعني انت شغلك فيه نشاطات، خد عيش مساحه كبيره يعني بنتكلم مثلا في رغيف ونص بلدي مثلا. ده راجل وست؟ راجل وست لو انت بتعمل نشاط حركي. حركي زي ايه؟ لا خلينا اقول لهم بدقه حركي يعني، مثلا خليني اقول لك الست هتقول لك مثلا انا هعمل شغل البيت، ده حركي؟ لا ده مش حركي. طيب انا هنزل بقى. ايوه بالظبط. ست هتروح تشتغل او هتنزل وطبيعه شغلها فيها نشاطات، في حركه وبتبذل مجهود، مش قاعده على المكتب. بالظبط كده يعني، مش بنكيره يعني، المهندسه اللي في الموقع دي اللي تاخد حقها في الاكل اللي يخدم النشاطات بتاعتها. كذلك الراجل نفس الفكره، لو هو حد قاعد في بنك او حد قاعد على مكتب، كميه السعرات اللي هتتاخد من النشويات هتقل، وبالتالي هيبقى 3 ارباع رغيف بلدي. لو هنتكلم على المعيار هيبقى هو الرغيف البلدي، هو العيش البلدي كده لطيف. ايوه يعني. بالظبط. فده هيبقى كفايه، ده اللي هيمد جسمك باحتياجه. تمام. خلصنا كده من النشويات. تمام. ناخد جزء خاص بالبروتين. لو انا هقعد شغال لغايه الساعه 4 5 مثلا، مش هعرف اخد تاني وجبه، بالنسبه لي بعد الساعه 9 الصبح هتبقى الساعه 4 5، فانا محتاج حاجه تستنى مده طويله. طب ايه اكتر حاجه تستنى مده طويله؟ الفول والبيض. طب انا خلينا بقى لو هندخل الاطفال في النقطه دي عشان مهمه جدا. طب الاول الفول ياخده فول قد ايه؟ على قد الثلاث ارباع رغيف. يعني طبق مثلا. بالظبط. الطبق اللي هيكفي الثلاث ارباع رغيف، او لو هيكفي او الرغيف. بيضتين مثلا. بالظبط كده. بيضتين مسلوقين. ما ينفعش تاخد، لان للاسف انت بتروح تشتري كميه اكل، لو انت جعان مثلا تشتري كميه اكل، وهنا بقى بتبدا تخش مشكله السنس اوف فولنس، ان انت حاسس بامتلاء، يبدا ياكل هو شبع بس يفضل يخلص الاكل لغايه لما يحس. طيب واللي ما بيخرجوش من البيت، في ظروف دلوقتي وفي كورونا وفي برد وناس ما بتخرجش، اللي ما بيخرجش يقلل الكميه، او يستبدل العيش البلدي بالتوست البني اللي موجود في السوبر ماركت ورخيص مش غالي، ده هيبدا يقلل لي كميه السعرات او كميه ياكل بقى خضروات خس وجرجير وحاجات كده. بالظبط. لسه كنا هنخش على الجزء الثالث، انت خلصنا كده النشويات والبروتين، يجي بعد كده الخضروات اللي هي خاصه بالسلطه، وممكن زي ما قلت لك انواع الجبن برده من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تخش معايا في وجبه فطار. طيب محترم. طبقة العمال، لأنهم طبقة مهمة الحقيقة، اللي بيشتغلوا، اللي بينزل، اللي بيروح، اللي بيشيل، اللي بيبني، الست المعيلة، الناس دي تاكل إيه عشان برضو
صحتهم تبقى احسن، ما يزيدوش من ياكلوا نفس الحاجات، نفس الحاجات بنفس التنظيم بنفس الترتيب، ما يختلفش ما بين حد وضعه الاجتماعي كبير او حد الناس لا اللي بقصد هم بيشتغلوا اكتر. ما هو يعني عامل بيبني ده عايز ياكل لسه كويس، لسه كنت هقول لك دلوقتي ده مرتبط بتاني وجبه هتبقى امتى. ده هو الشخص اللي بيشتغل في عامل البنى، تاني وجبه هتبقى بعيده، لا هيتطلب انه يزود الكميه لتدي له الدافع والطاقه اللي يقدر يستحمل المده الزمنيه دي. لكن لو هو عارف ان وقت الغداء بتاعه، لان العمال برضو بيبقوا هم على فكره من اكثر الناس المنظمين في المواعيد، ايوه بياكلوا في مواعيد صح بالظبط، تيجي الساعه 3 يقول لك لا ده وقت الغداء بتاعي، بيبدا يجيب الغداء اللي يناسبه. طيب في التوقيت خلاص هتقول لي حاجه على الاطفال؟ طبعا، لو طفل رايح مدرسه او رايح امتحان، فالامتحان ده محتاج مجهود ذهني شويه، وظايف مخ. يعني ايه وظايف مخ؟ يعني دم يوصل للمخ بصوره كويسه. فسيادتك ما تديش المعده حاجه عنيفه زي الفول، حط تحتها مليون خط للمعده، لان ده بيستوجب ان الدم يروح للمعده بكميه كبيره عشان عمليه الهضم تتم بصوره كويسه. بياخد هضم، بياخد وقت طويلة. فده بيأثر على وظايف المخ. يعني الطفل اللي رايح المدرسه ده ما تديلوش فول، ما تديلوش وعنده امتحان مثلا بالظبط، تديله بيض، تديله جبنه، جبنه ملح خفيف، جبنه قريش، اي نوع من انواع الخضروات، الفاكهه الغنيه بالالياف زي التفاح والبرتقال والاستفندي والكيوي والجوافه، كل دي حاجات مهمه جدا دلوقتي حتى كمان في توقيت الشتاء. الحاجات دي هتديله طاقه سهله في الهضم. في اطفال بيحبوا ياخدوا الحاجات اللي هي زي كورن فليكس وسيريلاك مفيش مشاكل في الحبوب الكامله بالمناسبه، الشوفان، الكورن فليكس، اي سيريال موجوده في موجود في الماركت مفيش منه ادنى مشكله، مع كوبايه لبن كامل الدسم. لو عايزه تضيفي له معلقه عسل ابيض مفيش مشكله، مش عايزه تضيفي له ممكن تستعيدي ده بالفاكهه اللي موجوده زي الفراوله او الكيوي او الجوافه. من الحاجات المهمه جدا كوجبه دسمه كامله في وجبه الفطار بالنسبه للاطفال وللكبار انهم ياخدوا فواكه. بالظبط طبعا. فبنتكلم على بقى فراوله وجوافه وبرتقان، فيتامين سي، فيتامين سي جاهز، يبقى جوافه وكيوي وبرتقان حمضيات، مهم جدا في التوقيت اللي احنا موجودين فيه ده. والالياف كمان حلوه بتملى المعده بصوره كبيره، فالطفل ممكن ما يحتاجش انه ياكل غير بعد مده كمان. طيب بما ان حضرتك ذكرت الاطفال، انا هستاذنك اروح لمداخله مهمه مع دكتور احمد البليدي استاذ طب الاطفال، اللي كمان عايزين نعرف منه يعني نطمن على الولاد، لان كلكم قلقانين، حالات الانفلونزا كتيره والفرق ما بين الانفلونزا وكورونا وكله منتشر والناس عندها حاله قلق اكيد. خلينا نرحب بدكتور احمد البليدي. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور. يعني طبعا يعني الجو والطقس ودرجات الحراره يعني كلنا طبعا حاسين بيها، والناس بتعيا من البرد وبيبقى فيه انفلونزا، فبرضه طمنا ازاي نفرق ما بين انفلونزا وما بين الاوميكرون وما بين الكورونا؟ مستحيل يا فندم التفريق على المستوى الاكلينيكي. اكلينيكيا مستحيل، كلهم زي بعض الاعراض، يمكن الاوميكرون اللي في الوقت الحالي خفيف شويه، لكن كلهم اعراض، كلهم ممكن تيجي بسخونه، تكثيف في الجسم، وجع في الزور، راني نوز، كحه، قيء، اسهال، فاي حاجه من دول ممكن تيجي. دول يعني طبعا في نسبه كبيره جدا من الاوميكرون بتيجي اللي احنا بنسميه طبيا اسيمتوماتيك، يعني بدون اعراض، يعني تكتشف بالصدفه والطفل ما يكونش بيشتكي حاجه. فالتفريق بين الانفلونزا والبرد والاوميكرون كلينيكيا مستحيل. صحيح، يعني عشان نعرف لازم يكون في تحليل او مسحه عشان الناس تطمن، خاصه في وجود حراره. طيب دكتور، كتير من الاسر وكتير من الامهات من القلق على الاطفال وحتى الكبار، اول حاجه بيدوها اول ما يحسوا فيه شويه برد يا اما على طول بيدوا مضادات حيويه. لا ده خطا طبعا يا فندم. الكورونا فيروس، والفيروس ما بيتعالجش بالمضادات الحيويه. وفعلا كلام حضرتك صح، في ابيوز او سوء استخدام للمضادات الحيويه بصفه تدعو للرعب الحقيقه. طبعا لانه استعمال المضادات الحيويه بعد شويه البكتيريا بتكتسب مناعه منه، وده اللي مخوف العالم كله من سوء استعمال المضادات في هذه الفترة. فاحنا يعني بنناشد الناس، ارجوكم، الكورونا ما بتتعالجش بالمضاد الحيوي. المضاد الحيوي لحالات الكورونا له حاجات محددة، انديكيشنز محددة، لو تواجدت ممكن ياخدها، لم تتواجد مش هنكتب مضاد حيوي.
أكيد دكتور، في مشكلة دايما بتواجه كل الأطفال، وهي مع البرد بقى كمان تزيد، وحضرتك عارف أن الطفل بيجري وبيلعب وبيعرق وبيدخل أماكن مقفولة وأماكن مفتوحة، بالذات الأطفال اللي عندهم حساسية. يعني في البرد ده الأم إزاي تأمن الطفل؟ تلبسه تقيل مثلا، ما بلاش يلعب عشان ما يعرقش فياخد برد، فيتحول البرد لاحتقان في الزور، فيبقى مش عارفين الاحتقان زي ما حضرتك قلت غير بالطريقة المعملية، هو أي نوع من أنواع البرد؟ يعني إيه النصيحة؟ لا، النصيحة طبعا الطفل لازم يلبس لبس يتناسب مع الجو. يعني لو الحرارة واطية قوي زي ما في الوقت الحالي لابد يلبس تقيل. عادة مش هيخرجوا يلعبوا، ولادنا ما تعودوش انهم يعني في الايام الشديدة الصيفية، والحمد لله انها بتبقى ايام معدودة في السنة عندنا، ففي هذه الفترة هم مش هيلعبوا، لكن الصبح لما بيروحوا، لو راحوا النوادي في المدارس في البي اي بتاعتهم اللي هو حصص الالعاب وكده، هيلبس لبس يتناسب برضه مع الجو. يعني ما يبقاش تقيل قوي الصبح فالطفل ما يعرقش، ف مش هيلبس تقيل، يعني هيلبس ما يتناسب مع الجو. طيب كتير من الامهات بيخافوا يطعموا الاطفال، والكورونا بقت بتصيب كمان الاطفال، يعني راي حضرتك ايه؟ بص حضرتك، ده سؤال صعب جدا. ليه؟ لانه الاطفال زي ما اتفقنا في نسبه كبيره بيجي لهم بدون اعراض، وفي نسبه كبيره بيجي لهم باعراض بسيطه جدا. الحقيقه النسبه الغالبه، هي الصعوبه في ايه؟ اننا مش عارفين مين اللي هيجي له مضاعفات، ومين لا قدر الله اللي ممكن يتوفى من الكوفيد. وبالتالي احنا دايما بنقول بنسمع كلام الهيئات العلميه الموثقه، لما الاقي في امريكا بيطعموا من سن 5 سنين، لما الاقي في انجلترا ابتدوا يطعموا كده، لما الاقي في الدول دي وبيطعموا في هذا السن، انا اولادي برضو من باب اولى حاول اطعمهم في هذا السن. تمام. انا في ضيافتي الان كمان دكتور رامي صلاح، وهو استشاري تغذيه، وبنتكلم عن العلاج بالاكل او ان انا ارفع المناعه. هل حضرتك برضو يعني ايضا بتنصح انه في خلال الطقس البارد ده ان احنا نحاول نعلي المناعه بشكل عام؟ طبعا بوجه عام، والتغذيه من اهم الحاجات لرفع المناعه. لانه اللي عنده سوء تغذيه، وسوء التغذيه مش في الوزن على فكره، يعني طبعًا. سوء التغذيه ممكن واحد وزنه تقيل وده سوء تغذيه برضه. صحيح. فنقص الفيتامينات او نقص المعادن زي الحديد، كل الكلام ده معروف انه بيوطي المناعه. اللي ما عندوش نقص في الحاجات دي، لو خد الحاجات دي مناعته مش هتزيد لان هو ما عندوش مشكله، لكن الابحاث بتقول ان نسبه كبيره جدا من الناس عندهم نقص في المايكرو نيوتريانتس اللي بنتكلم عليها، اللي هي زي الفيتامينات وزي المعادن، ودول ما بتبقاش الصوره سهله وواضحه قدام الاهل. هم بيشوفوا طفل وزنه كويس بيفتكروه ان هو سليم. فانا مؤيد دكتور رامي مع حضرتك انه التغذيه مفيده، التغذيه السليمه مفيده لرفع المناعه. طب السؤال الاخير للامهات، لما تبقى الدنيا برد، امهات كتير تقول ايه؟ لا لا لا، مش هنزل الاولاد الدنيا برد قوي، خوفا من انه الاولاد تعيا. لا يا فندم، في دول الجو بتاعها كده، يعني لو كنا عايشين في اوروبا ما كانوش بقى هينزلوا من البيت. لا طبعا، احنا بننزل وناخد احتياطاتنا، لازم نروح شغلنا والاطفال تروح مدارسهم وكل حاجه تمشي طبيعيه، بس نلبس كويس وناخد بالنا من اللبس. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور رامي، قول لنا بقى يعني كده نصائح سريعة جدا قبل الختام، نعمل إيه؟ خلينا ناخد بس نقطة المناعة دي. النقطة دي مهمة جدا، المناعة رصيد. فحتة إن أنت تبني رصيدك في ابنك في موضوع المناعة ده بيخدمه وبيخليه محافظ على نفسه لمدة كبيرة. أكتر بروتوكول ليه علاقة بعلاج الكورونا اللي قعد فترة كبيرة جدا معتمد، مرتبط بالفيتامينات والمعادن، 70% منه فيتامينات، فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين دال والزنك، يبقى فيتامينات ومعادن. ده مش هيحصل إلا عن طريق التغذية السليمة المظبوطة. قولي بقى سريعا التغذية، إحنا عرفنا إن الناس تاكل زي ما أنت قلت
وياكلوا في الظهر بروتين وشويه يلا رز بينا. انا بخاف من الليل، ياكلوا ايه بالليل لما يجوعوا؟ لما تجوع انت مش هتجوع بالليل، اشرب اي حاجه دافيه زي حمص الشام، الحاجات المهمه جدا وغنيه بالبروتين. حمص الشام والحب بتاع حمص الشام ما يتخنهمش؟ لا ما يتخنهمش، لو على قد الكوبايه، على مش قد على قد 3 4 كوبايات. تمام. حمص الشام. بطاطا اخبارها ايه؟ البطاطا ما فيش منها مشكله، بس احنا دايما بنحفز ان البطاطا، نحبذ ان البطاطا تكون الصبح لان هي بتمدني بطاقه، وسيادتك مش محتاج كميه الطاقه دي. يا دكتور بيحبوها بالليل سخنه وحلوه وعليها عسل عشان قدام التلفزيون بس. طيب هي دي النقطه. فتبقى مثلا واحده بس كفايه جدا. الفشار. الفشار مهم جدا. أيوة. مهم. لسه كنت اقول لك من الحاجات اللي بتملى البطن وفي نفس الوقت بتحقق لك فرصه المتعه بتاعت بالليل، وحلوه للاطفال طبعا. بيحبوا يحطوا ساعات زبيب مقليها للاطفال، كويس؟ الزبيب بيدي طاقه، سعرات حراريه عاليه، للكبار هيبقى عندي شويه تحفظ شويه، لكن للصغيرين مفيش منه مشكله. مفيش ادنى مشكله. مهم جدا الفاكهه بالليل اخبارها ايه؟ ما عنديش مشكله للفاكهه، بس دايما الجا بالليل للفاكهه اللي فيها الياف زي البرتقال، استفندي، ليمون. حاول بقدر الامكان لو فاكهه زي الموز مثلا خليها الصبح. الفاكهه اللي فيها الياف وزي التفاح مثلا بالليل هتبقى لطيفه جدا. الناس اللي بترجع بالليل كده زي حالتنا وتحب تشرب شوربه، ما عنديش مشاكل خالص في الشرب. كل الانواع؟ كل الانواع، حتى العدس؟ حتى العدس من الحاجات المهمه جدا. العدس بروتين. العدس؟ لا ما يتخنش العدس بروتين. الازمه بقى في الاضافات، شويه عيش متحمر كده. ايوه بالظبط، حط شويه بطاطس شويه جزر هتجوعيني. ايوه الحاجات دي هي دي جعت اصلا، هي دي اللي بتعمل المشكله. لكن لو على قد شوربه العدس، شوربه عدس بروتين مش مشكله، هتدفيك وهتدفيك. شوربه العاديه مثلا شويه لسان عصفور وكده بتدفي الناس. للاطفال مهمه جدا شوربه الخضار، بس حاول بقدر الامكان شوربه الخضار ما تبقاش غنيه بالبطاطس والجزر بالليل. فترة الظهر مفيش أي مشكلة خالص إنك تحط البطاطس والجزر زي ما أنت عايز. أيوة. البروتين من الحاجات المهمة جدا بالليل، البيض، الفول، حتى ناس ممكن تاكل فول بالليل، فول بس بكمية قليلة عشان سيادتك تنام، تنام مرتاح. عشان ما يبقاش الهضم صعب. بالظبط. بيض مسلوق اوكي بالليل. مفيش أدنى زبادي. مشكلة. الزبادي من الحاجات المهمة جدا عشان البكتيريا النفع. كل ده كان مهم جدا. كل المشروبات بقى، الجنزبيل واليانسون والنعناع والحاجات دي، طالما ما عنديش مشكله عضويه تمنعني من ان انا اتعامل مع حاجه مثلا زي مريض الضغط العالي او 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 او، فانت كل المشروبات بالنسبه لك متاحه طالما بدون سكر. لو فيها سكر فهنتحفظ شويه لان ده هنخرج بقى. طب من المسليات اللي الناس بتاكلها، مكسرات بقى ولب وسوداني، اللي هي نروح المقله فنشتري حاجات كتيره قوي ونقعد بقى في الدفا يعني. انا لو قلت الرقم اللي الناس ممكن تبقى جسمك محتاجه الناس هتتصدم، هو 50 جرام قد قبضه ايد يعني، شويه قد كده. ايوه اقفل ايدك عليهم، ما تفتحش شويه كده وخلاص. اقفل ايدك عليهم 50 جرام، ده هيبقى كفايه جدا. للاسف الناس زي ما قلت لك، لو انا قاعد بتفرج على تلفزيون فالمخ مشغول في حاجه فانت هتضطر تاكل كميه كبيره وانت مش حاسس، لكن لو انت بتتعامل مع الاكل كقيمه غذائيه، وده فعلا ده اللي بيحصل دلوقتي، انت حياتك صحتك هتعيش، لا قدر الله في سوء تغذيه هتعاني وهتبقى في مشكله. دي الجمله اللي انا هختم بيها. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. وان شاء الله نتدفى بكل الحاجات، وعندنا خضار حلو في مصر وفاكهه. دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذيه العلاجيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وخلص وقتنا في التاسعه، لكن احنا مكملين معاكم ان شاء الله، نلتقي غدا مع موضوعات جديده. يا رب دايما نكون بنحاول نقدم لكم اللي بيفيدكم، وبنحاول دايما ان احنا نحاول نساعد كده وناخد بعض الموضوعات اللي استمتعوا بيها وانتم دايما موجودين ومتابعين معنا التاسعة. اشكركم ونلقاكم غدا باذن الله. تصبحوا على الف خير.